السلام عليكم، يعطيكم العافية. اسمحوا لي في البداية أعبر عن مدى سعادتي بشكل مباشر أني أكون معلم، وأنا كثير فخور بهاي الشيء، وبشكل ثاني أني أكون معلم متحدث بتيدكس عمان تيتشرز بشكل خاص. أنا وائل سيتان، معلم متخصص في علوم الحاسوب والمواد المرتبطة فيها. عندي شغف واهتمام كثير كبير بتكنولوجيا التعليم، وكل ما من شأنه أنه يحسن ويزيد من كفاءة العملية التعليمية التعلمية اللي رح تضل تعليمية وتعلمية إلي ولإلك ولكل حدا داخل قطاع التعليم. الآن تفكيري انحصر حول قضية تفكير المحوسب Computational Thinking، وكيف نظرته للمواد بشكل عام، وكيف ممكن يكون في تكامل بهالموضوع هذا من خلال تجربة بسيطة رح نشوفها أنا وياكم، اللي هي تعليم علوم الروبوت. تعليم علوم الروبوت ما رح تقتصر علي أنا كمعلم كمبيوتر، رح أشوف كمان شوي كيف معلم العربي داخل في هذا الموضوع، كيف معلم الأحياء داخل، وكيف معلم الإنجليزي داخل في الموضوع. بشكل بسيط رح نشوف هاي التجربة نطلع عليها. الآن إذا اطلعنا الآن قبل ما أدخل بهذا الموضوع بشكل مباشر، مفاتيح التدريس أم مفاتيح التعجيز؟ لماذا ومتى وكيف؟ ولا الجواب المعتمد هيك هيك بده الكتاب، هيك مكتوب بالكتاب. طيب شو علاقة هذا الحكي رح يكون مع قضية منتج مستهلك؟ الآن بكل بساطة اسمحوا لي أني أرجع شوي بعبق ذاكرتي هيك دراسية لزمان. صف الخامس كنت الأول على المدرسة، وكنت أكون بمدرسة كتير بحبها. مع هيك بصف السادس طلعوني من المدرسة، مش أنا طلعت، هم طلعوني. ليه؟ بكل بساطة بتذكر لليوم وما رح تنمسح من ذاكرتي نهائيا، كيف معلمة، كل معلمة صف سادس المديرة مسكتني من إيدي ومشتني على صف صف، وكيف كل معلمة مربية صف سادس تقول له لا 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 لو سمحتي وائل مش عندي، خدي على الشعب اللي جنبها. أوكي تعالي يا وائل على الشعب اللي جنبيها. ندخل على المديها، لا لا لو سمحتي مش عندي. طب ليه؟ شو اللي صار؟ السبب بكل بساطة كان إنه وائل بسأل كتير. طيب هل هاي مشكلة وائل سيتان؟ طب الطفولة مش فيها هذا الإشي؟ مش لازم الطفل يسأل لحتى يتعلم؟ ما كل أطفالنا هيك. إذا الطالب والطفل ما سأل وبلش يستغرب. أنا كان بكل بساطة وقعت بشغلتين. والدي ووالدتي، واللي بوجه لهم تحية كتير كبيرة هلا، شكرا، بالبيت كنا بنمط إنه اسأل وائل، إذا مو فهم اسأل، أنا بحكي لك. ودائما كان والدي إيش يجاوبني؟ أروح على المدرسة مس ليش هيك؟ أوكي أول مرة، تاني مرة، ثالث مرة، خلص بكفي تسأل هيك. تولدت هاي الشغلة وظلت معي لليوم، زائد أثرت علي بحياتي، واحدة هاي من الأسباب اللي خلتني أكون معلم، لدرجة أني رحت أخطب أنا وأتزوج. أماني زوجتي بوجه لها تحية كتير كبيرة كمان، اللي بكل بساطة بتتحملني أنه كل إشي بتعامل فيه أنا أنه إله سبب. صدقوني لما رحت أخطب قعدت أنا وياها وقلت لها أنه لو سمحتي إحنا نبدأ بقصة أنه ما في إشي اسمه هيك، بسألك شغلة بتجاوبيني عليها. وهذا اللي صار فعليا، وهي كتير بتتغلب معي، بس شوي شوي بلشت تتآمن أنه فعلا هذا الحكي صح. ليه أظني أنا أحكي هيك؟ طيب شو دخل هاد بقضية منتج مستهلك؟ الآن أنا بدي أحكي بس إشي بسيط. القاعدة بتقول أنا إذا ضليت المدخلات عندي as is ما تغيرت، كيف بدي أغير المخرجات؟ كيف أنا كمعلم وكيف إحنا كوطن وكأمة بدنا ننادي بالتغيير، وبدنا طلابنا يصيروا قادة للمستقبل وليدرز ويغيروا ويعملوا؟ طيب السؤال، أنا إذا ما بدخله بالأسباب ولا بخليه يتعلم الليش والكيف ومتى، عبيجي الآن المخرج النهائي بياخده بتعامل معه زي ما هو. طب كيف بده يغير؟ طب ما أنا إذا خليت الأسباب زي ما هي ما راح تتغير المخرجات. الآن طول عمرنا بالفيزياء منقول السرعة تساوي المسافة على الزمن. ليه؟ من وين إجت؟ مين حكى؟ طب ليه هيك أثبتوها؟ ما دخلوا الطالب، خلاص هذا القانون مكتوب بالكتاب. إجت فكرة الكمبيوتيشنال ثينكينج، التفكير المحوسب. التفكير المحوسب هو عبارة عن استراتيجية، مش عم بحكي عن إشي خارجي أنا، لا، استراتيجية حل مشكلات، لكن بيستخدموها الناس
اللي هم متخصصين في علم الحاسوب لإنشاء برامج محوسبة. لكن نشوف مع بعض المهارات الأساسية. Next. لا اللي قبليها لو سمحت. الآن اللي بعديها لو سمحت. الآن إذا بننتبه الآن بنشوف المهارات الأساسية للتفكير المحوسب. هم أربع محاور أساسية: تبدأ بالتحليل، رؤية الأنماط، التعميم والتجريد، زائد تصميم خوارزميات. لكن هاي الشغلة بتيجي بأربع أساسيات. نشوف مع بعض لو سمحتوا. اللي بعدها لو سمحت. اللي بعدها. اللي بعدها. الآن إذا زي ما انتبهنا، في عندي تحليل، رؤية أنماط، تعميم وتجريد، زائد تصميم خوارزمية. هلا هدول الأنماط أنا كيف بدي أخلي الطالب يكسبهم؟ بدي أخليه يكسبهم من خلال مجموعة من الأشياء. لاحظوا: التفكير الإجرائي، التفكير المنطقي، المجرد، المباشر، المتزامن. أكيد كلكم انتبهتوا إنه كلهم بلشوا بكلمة إيش؟ التفكير. بالضبط. طب الآن السؤال: هل ممكن أنا أعزل تفكير عن تفكير؟ الطالب وهو قاعد بحصة الرياضة عم بفكر كيف بدي يسوي هالتمرين، هل ممكن الآن يكون عم بفكر بتفكير مباشر وما عم بفكر بإشي اسمه متزامن؟ مش في حركة رح تكون مع حركة تانية؟ إذا ما صاروا التنتين مع بعض صح، ما بتطلع الحركة صح. هل ممكن الطالب بتجربة الفيزياء ما بيكون عم بفكر بطريقة منطقية؟ هل ممكن الطالب بحصة العربي وهو عم بحلل قصيدة ما يكون عم بفكر بتفكير إجرائي زائد مجرد؟ كلنا نتذكر لما كانوا يقولوا شعراء الجاهليين وليدة البيئة، عشان بيئته هيك عمل هيك. طيب كتير منيح. أنا الآن إذا خليت الطالب ينعكس عليه كل هدول التفكير، معناته أنا صنعت عالم، وراح نشوف بعد شوي. الآن جيت أنا أخذت هدول الأنماط وهدول الطرق والأساليب وبلشت أفكر بعلوم الروبوت. علوم الروبوت بكل بساطة، تحدي الروبوت هو ثلاث أشياء أساسية. نمبر 1 اللي هي الأولى، التصميم والبرمجة. لأن ما بحكي تصميم وبرمجة، بيجي هلا واحد بقول لي أنت معلم كمبيوتر، أوكي بتتعامل بتصميم وبرمجة. بدي أسأل معلم العربي، بحصة العربي ما في تصميم وبرمجة؟ لا في. بحصة الفن ما في تصميم وبرمجة؟ لا في. لكن أنا بنظر له من زاوية، أنت بتنظر له من زاوية تانية. الآن راح نشوف بعد شوي كيف التصميم والبرمجة كروبوت كيف راح ينعكس على فيزياء وكيمياء ورياضيات وأحياء وعربي. النقطة الثانية بتحدي الروبوت اللي هي قضية المبادئ الأساسية، عمل جماعي، إلهام، تعامل بمهني مع الآخرين، ورح ندخل فيها شوي بالتفصيل. النقطة الثالثة والمهمة جدا اللي هي البحث والمشروع، الاستقصاء العلمي، بناء مشروع علمي لهدول الطلاب. خلينا نشوف الآن البداية مع التصميم والبرمجة بشكل بسيط لو سمحت. الآن إذا الآن بلشنا نحكي بالتصميم والبرمجة، الآن بكل بساطة الآن إحنا بنعرف إنه دائما نحكي مدخلات، معالجة، بتطلع مخرجات. بالنسبة إلي أنا بالروبوت، المدخلات هي عبارة عن سنسورز، مجسات زي البني آدم. إحنا بنشوف ونودي سيجنال كمدخلات للبرين، وبناء عليه بيصير في معالجة وبطلع أوتبوت معين. الآن أنا بتعامل وبخلي الطالب يشوف 4 أو 5 أنواع من هدول السنسورز. واحدة منهم اللي هي اللايت سنسور، واحدة منهم الألتراسونيك. طب هذا الحكي شو دخله بالعربي؟ شو دخله بالفيزياء؟ لا له علاقة. رح نشوف كمان شوي بتجربة بسيطة كيف رح أربط بين هاي وهاي. الآن لما بحكي الآن أنا بالنسبة للتركيب، الطالب رح يشتغل بإيديه، تمام؟ رح يجي يصمم هذا الروبوت ويعمل روبوت كامل، بحيث أنا ما عم بحكي عن روبوت أسيمو اللي بنوه شركة وبدي يصير يحكي ويتعامل مع الناس، لا. لكن أنا بهيئ الطالب هلأ إنه هو بعد 5 years يقدر يبني روبوت أحسن من اللي بنته هاي الشركة. الآن البرمجة هي لغة بسيطة حتكون، مش إشي معقد. أنا مش هدفي أدخل الطالب بتعقيدات اللي درسناها يمكن بالجامعة وكوماندز وكذا، مش هذا الهدف. الهدف بكل بساطة إنه أخليه يفكر بطريقة برمجية. بالنهاية رح يكون في عندي قضية التوافق. ما بصير أنا أصمم شيء ما يكون متوافق مع البرمجة، ما رح الروبوت يؤدي المهمة بشكل صح. نشوف الآن اللي بعده لو سمحت. الآن زي ما قلت ما رح أستعرضهم كلهم بالتفصيل لضيق الوقت، لكن نأخذ مثال الألتراسونيك. قبل شوي أنا طرحت مثال ليه السرعة تساوي المسافة على الزمن. الطالب باستخدامه لهذا السنسور
راح يجاوب حاله هاي الإجابة وراح يشوف شو يعني سرعة زمن. أنا بدي أخليه يصمم روبوت لما يمشي قبل ما يوصل عند جسم معين بعشرة سنتي يوقف. طيب راح يسأل حاله سؤال، كيف بدي أبني هذا الروبوت؟ على أي أساس؟ بكل بساطة لما يدرس هذا السنسور بنلاحظ إنه هاد له عينتين، واحدة بتعمل سند بترسل إشارة والتاني بتستقبل، وفي مؤقت داخلي عم بيقيس الزمن متى راحت متى رجعت، بقسم على اثنين سرعة الموجة اللي طلعت فيها هاي. أوكي السيجنال ثابتة، بكل بساطة طبق القانون بطريقة فعلية. لما بحكي لايت سنسور رح يروح الطالب من حصتي لأستاذ الفيزياء ويسأله شو يعني موجة؟ شو الفرق بين لون أحمر ولون أخضر؟ شو يعني طول موجة؟ شو يعني عرض الموجة؟ الآن التساؤل هذا رح يخليه يعرف أشياء، صدقوني رح يرجع عندي أنا كمعلم كمبيوتر ويحكي لي معلومة أنا ما كنت بعرفها، لأنه هو راح المتخصص وبنى تكاملية بين هاي الأشياء. اللي بعدها الآن هاي مجموعة القطع اللي الطالب بيقدر يبنيها ويعمل هذا الروبوت. الآن اللي بعده الآن المحركات. الآن بدي أحكي عن المحركات طريقة شوي غير. إحنا المحركات للإخراج صح؟ الآن السؤال، معلم عربي، معلش أنا بركز على جماعة العربي شوي اليوم لأنه ما بدنا يقولوا إنهم ما لهم دخل بالتكنولوجيا، أنا كتير استفدت معلمين العربي هاي السنة بالذات. بكل بساطة الآن أنا إذا بنيت روبوت بهاي المحركات رح يروح يعمل إيش؟ مهمة معينة. الآن السؤال، هذا المحرك لو ما إجا إنبوت صح بيعمل مخرجات صح؟ أكيد لا. عشان هيك المخرجات مش بس بالنسبة إلي مهمة، صح أنا قبل شوي حكيت إنه لازم نركز على المدخلات، لكن المخرجات كمان مهمة. ما بصير الطالب يتعامل إيش بالمدخلات وينسى المخرجات، فالإخراج بالنسبة لنا كتير مهم كمان. الآن من خلال كل هذا اللي حكيناه، اللي بعده هاي لغة البرمجة البسيطة اللي حكينا عنها، هي عبارة عن أشكال. أوكي كل شكل بيعبر عن شيء اللي مسميه إحنا الآيكون بيست، هذا التفكير المجرد اللي راح أستخدمه أنا، واللي راح يجي معلم تاني يستخدم نفس المبدأ لكن بطريقة ثانية. الآن اللي بعده بالنسبة لأن وحدة المعالجة هاي، الآن السؤال، وحدة المعالجة اللي هي برين. طيب أنا الآن بكل بساطة بدي أربط بين هذا الموضوع وبين الطالب وكيف إيش طرق التعلم والأبحاث المبنية على الدماغ. الآن إذا الطالب قدر يتعامل مع هاد إنه سيميوليتد لبرين عن جد، كيف عم بفهم الأشياء وكيف بيحولها لمخرجات، مش هذا انعكس وراح يروح يسأل أستاذ الأحياء أستاذ الكيمياء شو اللي عم بيصير، لأنه لازم يرجع لي بإجابات. اللي بعده المشروع والبحث العلمي. بدي أطرح هيك إشي بسيط بس جداً معلش هون، اللي هو إحنا طالبنا في المدرسة نيجي بنقول له عمل لي مشروع بحث علمي وروح بكتب موضوع تعبير، ماشي نفسه موضوع التعبير مش له أساسات وأسس علمية، هو موضوع تعبير بلغة لكن له أساس علمي، له مقدمة ومتن وديسير ويدخل بالعرض ويشوف الجنريليشن بعدين يطلع بكونكلوجن، كل هاي الأشياء أسس علمية. الآن للأسف الطالب في المدرسة ما عم برضه يدخل بهاي التفاصيل، بطلع على الجامعة بقول له الدكتور في الجامعة ليه انت ما بتعرفها؟ طب ما انا بالمدرسة ما علمته اياها، وبالجامعة بطلب منه انه انت لا ما بتعرفها متى راح يتعلمها؟ هاي فرصة ان كمعلمين كلنا كل واحد من جهته يأكد كيف قضية التعليم من ناحية مشروع. بعض المجالات اللي دخلت فيها الروبوت، بس ركزوا انه احنا ما عم نحكي عن اشياء ما بتهمنا، ما عم نحكي عن مجالات فضائية، أشياء اختراعات ملهاش وجود، بالعكس عم نخلي الطالب in touch مع أشياء بالريل لايف. نحكي عن نانو تكنولوجي، شو دخل معلم الفن بالنانو تكنولوجي؟ الآن عم بيعملوا الألوان من نانو تكنولوجي بحيث الرسم لما بالرسم بضل بدوم آلاف السنين. طب هذا الحكي مش أنت كمعلم فن راح تدخل فيه وتفهمه؟ إذن كل تعليم تكاملي من وجهة نظر كل مرة شكل. اللي بعده هاي السنة كان المجال الفود فاكتور وكيف waste to protect food، والطلاب راحوا لمعلمين الأحياء وشافوا شو أشياء في ريسنت. لازم الطالب يفكر في مشكلة لعلمكم ملهاش حل، بعض العلماء ما لقى لها حل. بسألني واحد طب كيف طالب بده يلاقي حل لمشكلة عالم ما لقى لها حل؟ يس بكل بساطة كيف الفكرة إنه العالم بيكون عم بفكر بكل التعقيدات مع بعض، الطالب على بساطة تفكيره ممكن ياخد زاوية ما تخطر على بال العالم بهاي التعقيدات الكاملة. اللي بعد الآن بعض المهارات اللي حيكسبوها الطلاب والمعلمين، عصف ذهني، عمل جماعي. اللي بعده
ما رح أقرأهم كلهم. لا بهمني من هون شغلتين ثلاثة أساسيات. بحكي مهارات الإلقاء الشفهي، الدقة في العمل، اتخاذ القرار. الآن تنظيم الوقت، مهارات العرض، مهارات الكتابة. الطلاب هاي السنة ألفوا قصيدة عن الروبوت، في ناس كتبوا موضوع تعبير عن الروبوت. نوادر جحا اللي أنا وياكم ربينا عليها زمان، ليه ما نخلي نادرة من نوادر جحا تحكي عن معادلة كيمياء؟ ليه دايما جحا لازم يحكي عن قصص قديمة؟ ليه ما جحا يحكي عن روبوت بكل بساطة، بتفكير جديد، بتفكير الآن عم نشوفه؟ ليه ما نخلي جحا يحكي عن الآيبود وعن التكنولوجيا؟ آخر إشي، هالمهارات اللي شفناها، أتوقع أفضل عالم لو عنده هاي المهارات رح يكون مبدع. وبالنهاية كلنا كمعلمين بحب نتأكد على هاي المعلومة، كل واحد يشوف الموضوع من وجهة نظره وما يقول ما إلي علاقة. لازم الطالب من حصة الفن للرياضة للكمبيوتر يضل بنفس التفكير بكل مرة من زاوية شكل. ويعطيكم العافية وشكرا لحسن إصغائكم.